اهلا وسهلا بيكم متابعي اي جي ان ميدل ايست في كل مكان، معاكم اسلام، والنهارده الحلقه الثامنه من فوازير اي جي ان الرمضانيه. هنسال سؤال كل يوم بيخص شخصيه او لعبه، وبنختار فائز واحد من الاجابات الصحيحه اللي معانا. النهارده الفائز هيكسب معانا ميتال جير سيرفايف على البي اس 4، لكن لازم تجاوب على السؤال بقناتنا على اليوتيوب وتكونوا عاملين سبسكرايب للقناه. يلا بقى نسال السؤال. السؤال بتاع النهارده بيقول: اسمه الحقيقي ديفيد جون، ولد عام 1972، التحق بالجيش الامريكي وشارك بحرب الخليج، ولكن بعد تركه للجيش التحق بمنظمه خاصه شعارها يمثله حيوان. السؤال مره تانيه: اسمه الحقيقي ديفيد جون، ولد عام 1972، التحق بالجيش الامريكي وشارك بحرب الخليج، بعد تركه للجيش التحق بمنظمه خاصه شعارها يمثل حيوان. ده سؤال النهارده. اما الفائز في الحلقه الماضيه فبنقول الف مبروك لعمر عواره، واللي كسب معانا Life is Strange Before the Storm على الاكس بوكس 1. بنطلب منه يكتب ايميله في تعليق عشان نرسله بالجايزة على طول. ده كان كل شيء. كان معاكم النهاردة اسلام ابراهيم، والمزيد عن عالم الالعاب والترفيه تابعونا على IGN Middle East.